خل نجمة الزيتون، الخل الطبيعي الأول في مصر، كل حاجة وليها خل. وراك ده جاب العصفر بالليمون والعصفر. عندي فرخة، ليمون معصفر، فلفل ألوان، مكعب مرق، عندي شطة، زبدة، طماطم، ملح وفلفل وزعتر وكرفس وكزبرة خضراء. طيب كده نجيب دي كده الأول كده اهو، ونحط دي كده، وبعدين ننزل بالبصل بتاعي اهو. ليه بقى؟ عشان نعمل له صدمة كده. ونجيب المكنة بتاعتي اهي كده، وادي التوم، نخلي ده على جنب، ونجيب بقى طاجن نحطه في الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب نشيل ده من هنا. قال لي شكل الطبق مش عاجبني خالص. حاضر يا باشا. دي فرخه قطعتها وحطيتها في البصله اهي، وادي شويه الكرفس والكرات اهم كده اهو. ده اكله حلوه مغربيه، البصلايه اصفرت خالص كده. ادي مكعب مرق اهو، وادي شويه زعفر اللي هو العصفر اللي قالت عليه، شويه العصفر اهم حاجه عندي، شويه العصفر. وادي اهو، يلا مش مشكله، شويه شطه، وادي شوية ملح، شوية فلفل، شوية زعتر اهو. دي انا مش عايز غير انها تغلي وبس. ده الليمون بتاعها، الليمون خلي بالكوا بقى في الملح، انا بعمل حسابي في الملح. ليه؟ حدايا ليمون، عندي ليمون حادي ممكن احطه في المية ساعتين، لكن هو انا عامل حسابي في الملح. كده عندي الليمون بتاعي اهو، اقطعه على 4 او على 2. ممكن اشيل الليمون واحط زيتون مخلي، ممكن اشيل الليمون واحط كده يا فندم اهو اهو. بعد كده عندي شوية شوربة اهي من الفرخة بتاعتنا الجميلة. دي هتاخد بالظبط 10 دقايق تستوي، 10 دقايق بالظبط. اخر حاجة بحطها لها بقى ايه؟ فلفل الالوان. بعمل معادلة معايا مع الفلفل الليمون المخلل اهو كده، يبقى انا خلصت منها. ده شوية كزبرة ناشفة كمان. حاضر حاضر يا فندم. وكده ادي الطاجن بتاعي، دخله الفرن عشان هو عايز بالظبط 6 دقايق ويكون جاهز في الفرن، مش هياخد اكتر من 6 دقايق. ايوه ده اللي انا عايزه. الله اكبر الله اكبر. عامل دي كده ودي كده ودي كده. اروح ادخل بيهم الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. خل نجمة الزيتون، الخل الطبيعي الأول في مصر،
كل حاجة وليها خلق.